شركات صب الاراء كما السقما هذه ما عندها حتى في ابيليتي. الارقام اللي تقدم فيها بالنسبه لي 100% غلط. البيرو ديتود هذا بالذات سيغما كونساي ما عنده حتى علاقه بالكليبيتي. في حالة الاستاتيستيك اللي يعملوا فيهم في السياسة نحب أنت نتسائل منين مصادر التمويل متاعهم، شكون يمول فيك؟ من يكون هؤلاء الذين يسيرون هذه الشركات؟ الشركات تخدم لمصالح معينة وتخدم إلى أجندات معينة. لا تخلو هذه العمليات صبر الآراء من توجيه. كريديبيليتي دي ستاتيستيك في تونس كما يقولوا الفرنسيس. Donner des statistiques, c'est mentir avec exactitude. Sigma Conseil, ما عنده حتى مصداقيه. تقرير خاص حول شركة سيغما، التلاعب والمغالطات اللي لا التسعة درجين أعلى الاسماء.